الآن نقدم لكم مشاهدينا مسابقة البرنامج، فإن عرفتم الإجابة الصحيحة اكتبوا لنا على العنوان التالي لعلكم تفوزون بالجائزة. أتمنى لكم حظا سعيدا. جائزة المسابقة برنامج فحص طبي شامل تقدمه مجموعة فيفانتس للمستشفيات الألمانية، مع تذكرة سفر وإقامة في فندق، وقبل كل شيء استشارات طبية وفحوصات مخبرية بإشراف طاقم من الأطباء المختصين وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المتوفرة. سؤال المسابقة: للوقاية من هشاشة العظام ينصح الأطباء بتناول الكالسيوم أم فيتامين ألف؟ أرسلوا مشاركاتكم على البريد الإلكتروني checkup@dw.de.